عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا إخواني أمرت إذا كنت تستمعين صوتي وتكتبوا لي واحد على الشاشة جزاكم الله عني خيرا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إحدى أخواتكم مغربية. نشأت وترعرعت على المذهب المالكي الجالي للعمل بالمغرب كما تعرفون. أريد أن أعلن في هذه اللحظة استفساري وهدايتي للمذهب الحق، مذهب أهل البيت. والفضل يعود بعد الله تعالى إلى هذه المناظرات التي يقوم بها الإخوان في غرفة الحق. أود أن أعلن كل إخواني وأخواتي أني من المتابعات لهذه المناظرات منذ أول مناظرة والحمد لله. ولحد الآن وبفضل وعون الله استطعت أن أتوصل إلى عدة حقائق، والفضل يعود لله ثم للأستاذ السيد عصام، حيث كنت أكتب كل مصدر كان يذكره الأستاذ عصام والحمد لله. وجدت أن كل ما ذكره من أحاديث وروايات من السنة النبوية الشريفة صحيحة، وقد تيقنت أن الكلمة التي كان يرددها الشيخ عثمان وهي في حواراتي دائما مع الاستاذ عصام وهي كذب 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 ويتهم بها الاستاذ عصام لا اساس لها من الصحه. وبما اني نصيحه اسمحوا لاخواني ان انصح الشيخ عثمان ان يتنحى عن الاستمرار بهذه المحاضرات، او على الاقل ان يستعين بمن يظن ان له من تساءل الخيار بمساعدته على الرفض وتحميل وجهه نظر الطرف الاخر بطريقه منطقيه ومبنيه على اسس ومصادر دينيه واسلاميه عوض الاستمرار في تكرير كلمه كذب كما تعود على ذلك. واني في غرفه الحق اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عليا بالحق ولي الله. اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين وصحبه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.